للأسف أنه أجبرت على ترك سوريا. أول شيء لأنه النظام السوري كان حاطتني على قائمة المطلوبين في ملاحقة من قبل النظام مطلوبة للقتل. ويا وطننا ويا غالي الشعب بده حرية. لازم يكون واحد 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 الشعب السوري واحد. بدنا نتعلم التسامح، بدنا نتعلم الحرية الحقيقية، بدنا نتعلم نسمع بعض. ثورتنا ثورة شباب، ثورتنا ثورة شباب، لا سلفية ولا إرهاب، لا سلفية ولا إرهاب. هاي اللحظة لما سمعت كلمة لاجئ يعني عن جد انهارت أعصابي يعني، وقعدت على الأرض طلعت هيك لوراي على حرام، على الأراضي اللي أنا عبرتها. ما بعرف لوين يعني، صح الأردن، بس هي أنه أنت عبرتي ما بتعرفي لوين. أنه لاجئ يعني هويتي الجديدة، أنا لاجئ. كانت لحظة كتير مؤلمة وقاسية، أنه شو ليش أنا لاجئ؟ لأني كان بدي يكون شخص حر ببلدي، لأني كنت ضد القتل، ضد الدم، ضد الدمار لبلدي. أكيد الصراع المسلح اللي عم يصير هذا مو ثورة، أكيد هذا مو ثورة، بس بتخيل الثورة هي داخلية، الثورة هي بالأعماق، الثورة هي فكرية. أنا أكيد ضد النظام السوري الدكتاتوري، بس لا يعني أنه أنا مع المعارضة بأي معنى، بأساليب المعارضة لتغيير النظام. شخص مستقل سائر، والسائر يكون مكانه مع الإنسان. أول ثورة كان بحياتي أنه أنا الخروج عن تسميات، انه انك تنحدي بمحدود. لما انت بتسمي حالك تسميه ما عاد بتشوف الاخر، هذا اول جدار بتصنعيه بينك وبين الاخر. اذا بدي اقول انا انتمي الى كذا، سكرت على حالي باب اني اشوف الاخر. انا ما برضى اني ما اشوف الاخر مين ما كان يكون، ما بحط حالي تحت تسميه. اسقطت عني الانتماء الطائفي، اسقطت عني الانتماء الحزبي، وعم نعيش هون بالمنفى ألم رهيب على الشي اللي عم يحصل بسوريا. لأنه ما فيك تنسلخي عن سوريتك، ولا فيك تنسلخي عن الشي اللي عم يحصل هنيك ببلدك. فالمنفى قاسي اللي عم يحصل بسوريا، أكيد هني تحت خطر مرعب. نحن هنيك مانا هون بالجسد هون، بس بالروح هنيك، بالفكر هنيك. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها. والسلام، كل السلام على سوريا وشعبها.